لأنها قد أنجبت عدة بنات ولم تنجب ذكرا، فنذرت إن رزقها الله بمولود ذكر فنذرت إن رزقها الله بمولود ذكر أن تزور قبر العباس كل عام. وبالفعل فقد رزقها الله بالمولود، فهل يجوز الوفاء بنذرها أم ماذا يجب عليها نحوه؟ هذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية، لأن المرأة يحرم أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زيارة القبور إنما هي مشروعة في حق الرجال فقط دون النساء، فإذا نذرت المرأة أن تزور القبور أو تزور قبرا معينا فإنها لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر لأنه نذر معصية، ولقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. علاوة على أن زيارة قبور الأولياء والصحابة مثل العباس رضي الله عنه يغلب أن مقصود الزائرين فيها الزيارة الشركية التي هي طلب المدد والعون من الموتى والتبرك بأضرحتهم، هذه زيارة شركية والعياذ بالله. إنما الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها الدعاء لأموات المسلمين والاعتبار بحال الموتى وتذكر الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنها تذكر بالآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور يدعو لهم ويقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو القصد من زيارة القبور. أما أن يقصد منها التبرك بالأموات وطلب المدد وقضاء الحوائج منهم فهذه زيارة شركية، من فعلها وتبرك بالأموات أو بالأضرحة أو طلب المدد من الموتى فإنه قد أشرك الشرك الأكبر. وكذلك يشترط لزيارة القبور زيارة الشرعية أن تكون بدون سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يسافر الإنسان لبقعة من بقاع الأرض بقصد التبرك بها أو طلب أو العبادة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما شرع السفر للمساجد الثلاثة للصلاة فيها وعبادة الله جل وعلا فيها لأنها مساجد الأنبياء. أما القبور فإنها لا يسافر لها، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء ولا قبور الصالحين لا يسافر لها، وإنما يزورها الرجال خاصة بدون سفر، ويزورونها لما ذكرنا من الدعاء للأموات والترحم عليهم أموات المسلمين، نعم، والاعتبار بأحوالهم. نعم، كذلك ألا يجب أن تكون الزيارة يعني بمعنى كلمة زيارة لا يكون فيها جلوس حولها المقابر أو الصلاة حولها أو الأكل والشرب كما يفعل؟ كذلك الزيارة لابد أن تكون زيارة شرعية، نعم، التي المقصود منها ما ذكرنا الدعاء للأموات المسلمين والاعتبار بحالة الموتى وبدون سفر، وتكون للرجال خاصة. أما ما يفعل زيادة على ذلك فهو إما من الشرك وإما من البدع، فالجلوس في المقابر وعمل الأطعمة فيها أو جلب الأطعمة إليها كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك، والصلاة عندها هذا أيضا من ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى اتخاذها مساجد أن يصلى عندها سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى عليها مسجد، الصلاة عند القبور ممنوعة، لأنها وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته إلا الله عز وجل لكن صلاته عند القبور هذا وسيلة إلى الشرك، لأنه يزيد به الأمر إلى أن يعتقد في الموتى النفع والضر فيؤول هذا إلى الشرك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الطرق والوسائل المفضية إلى الشرك وحمى حمى التوحيد. نعم، جزاكم الله خيرا، وقد أوضحتم جزاكم الله خيرا ما يجب فعله أو ما يجب عليها، وأوضحتم حرمة زيارة القبور للنساء، لكن ما هو المخرج من هذا النذر بالنسبة لها هي؟ قلنا إنها يحرم عليها الوفاء بهذا النذر، نعم، لأن زيارة النساء للقبور محرمة، فهي نذرت شيئا محرما. نعم.
ولكن لو كفرت كفارة يمين يكون هذا أحوط لها. نعم. نعم. وهي كفارة اليمين تقرا رقبه إذا وجدت عبدا تعتقه، أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوتهم يعني تعطي كل مسكين ثوبا نعم يجزئه في صلاته على عدد 10. نعم. فإن لم تجد شيئا من هذا، لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، فإنها تصوم 3 أيام. نعم. بارك الله فيكم.